أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ من أهم العناوين. من موقع الهيئة نت: المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ارتفاع حالات التسمم بالمياه إلى 70,000 حالة. من صحيفة المدى: الصدر ونجل السستاني يتفقان على ترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة. من موقع كتابات: خبير إيراني: اختيار العراقيين للحلبوسي وعبد المهدي تزكية لخيار الوقوف بجانب طهران. من موقع الجزيرة نت: أردوغان: لا نعاني أزمة اقتصادية وما يشاع تضليل. من صحيفة العرب الجديد الخارجية الأمريكية: الأزمة الخليجية أثرت سلبا على مكافحة الإرهاب إقليميا. ومن صحيفة القدس العربي: إصابة 13 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة. وأخيرا من صحيفة الحياة: الجيش اليمني مستعد للحسم مع ميليشيات الحوثيين. شباب البصرة أشعلوا بشجاعة نادرة وبدمائهم فتيل المقاومة ضد المحتل الإيراني. تجارب إجبارية تخوضها أحيانا بعض شعوب العالم بحماسة بالغة من أجل لحظة تغيير أعتقد أنها ستصنع الفارق في نمط حياتها ومستقبلها، ثم تكتشف الخطأ الفادح الذي ارتكبته أو المطب الصعب مع ما يتبعه من تكاليف أو يتبعه من تكاليف الخروج الباهظة لإنقاذ أجيالها وإعادة إمكانية حركتهم بعد ترميم خط سيرهم ولو من نقطة الصفر. مقال حامد الجيلاني عن الاحتلال الإيراني للعراق نشرته صحيفة العرب اللندنية. منذ 4 عقود والنظام الإيراني يراهن على احتلال العراق ليطرحه نموذجاً لمشروعه العالمي التبشيري. فماذا جنى الإيرانيون من زرع النظام الفاشي لولاية الفقيه في إيران كي يحصد العراقيون ثمار ديمقراطية الاحتلال الأمريكي للعراق التي تركت غثاء سيل الملالي يستجمع مشروعه بالعملاء وأذنابهم؟ التغيير الديمغرافي في بغداد وحدها طال أكثر من 2,000,000 مواطن غالبيتهم من أطراف مذهبية ودينية وسياسية مستهدفة بغايات أبعد حتى من قضية الاختلاف مع سلطة عملاء الاحتلال الإيراني، لأنها غايات تتعدى إلى إفراغ بغداد والمدن العراقية من محتواها الحضاري والمدني. يراد من المناصب السياسية في العراق أن تغفر لموزعيها ولمن ارتضى طي صفحة الماضي وتدمير مدن أهله تحت مبررات التوافق والدخول في تحالفات تعيد تبييض الإرهاب الإيراني والفساد للبدء بصفحة جديدة من المحاصصة، لكن على مقاييس دولة ميليشيات مستقرة ولها خط إنتاج واعد وفق التصميم الأولي لولاية الفقيه. يختم الكاتب بالقول: ما يسجل على المقاومة العراقية انحسارها بعد الإعلان عن انسحاب الجزء الأكبر من القوات الأمريكية وتركها العراق للاحتلال الإيراني، حيث فتحت حكومة نور المالكي الأبواب مشرعة للإرهاب وأجنداته الإيرانية. ألا يستحق شباب البصرة المجد والفخر لأنهم أشعلوا بشجاعة نادرة وبدمائهم فتيل المقاومة ضد المحتل الإيراني؟ يقول الكاتب علي حسين في مقال بصحيفة المدى: قرأت اليوم بكل حسن نية بيان حزب الدعوة الذي ندب فيه حظه، فالحزب بحسب البيان يعيش لحظة حرجة، فبعد أن استولى على معظم مؤسسات الدولة وابتلع الهيئات المستقلة وجد أن هناك نفرا ضال يريد التآمر على منجزاته، بالرغم أنه بشرنا فيه أنه سيدخل الانتخابات من باب العبادي وشباك المالكي. ويشرح لنا بيان الحزب مشكوراً أنه عمل بإخلاص ليفي بوعده الذي قطعه أمام الشعب العراقي،
والعراقيون جميعا قد جربوا عود الحزب منذ ما يقارب 13 عاما من الوقائع والأحداث التي لم يترك لنا فيها الحزب أدامه الله ذخرا لنا فرصة واحدة للاستقرار والعيش بأمان وبناء دولة المؤسسات وإشاعة العدالة الاجتماعية. ولا يفوت الحزب أن يذكرنا نحن محبي الدعوة من أننا من دون أن ندري ننتظر أن يحسم الحزب أمره ويبدأ من جديد يدير خريطة الحكومة الجديدة مثلما أدارها في السنوات الماضية، حيث يريد لنا أن نعيش معه في مجتمع مغلق ودولة تخاف من التظاهرات وأحزاب تغذي نفسها من أموال السحت الحرام، فيما المواطن وحيداً في الشارع ينتظر من يؤمن له حياته وحاجياته وينشر الأمل والتسامح. الحزب وهو يتألم لما سارت عليه الأمور بين العباد والمالكي، وكان يتمنى أن يتحدى تحت شعار أنا وابن عمي على الغريب. بحسب الكاتب فإن الغريب الذي يقصده حزب الدعوة طبعاً هذا الشعب الناكر للجميل الذي ينكر أنه خلال الأعوام الماضية عاش سعيداً مرفهاً، ينام على مصطلح الانبطاح ويصحو على عبارة الشفافية، وبين هذا وذاك يمضي عمره مع حزب الدعوة وأشقائه الكرام في معارك منفعية ليس بينها معركة واحدة من أجل الاستقرار والمستقبل. عن الديمقراطية الجديدة في العراق كتب إبراهيم الزبيدي مقالاً نشره موقع كتابات في نفس اليوم الذي احتفل فيه العالم بالديمقراطية، داعياً إلى تأصيلها وتعميقها ونشرها لتحمي البشرية من جرائم الدكتاتوريات. تتلقى الديمقراطية في البرلمان العراقي أبشع التجاوزات وأقسى الإهانات، وتشوه قيمها ومبادئها وثقافتها، وتزور على مرأى من أمريكا والأمم المتحدة وأوروبا ومسمعها، وأمام أعين المرجعية والقضاء العراقي الذي عودنا على أن لا يرى أو لا يرى ما يراد له أن يرى، وأن لا يسمع ما يؤمر به أن يسمع. الأمال التي عقدها المتظاهرون العراقيون على أمريكا والمرجعية والقضاء العراقي بتأييد مطالبهم ومنع الحرس الفاسد القديم من الاستمرار في احتكار السلطة قد ذهبت أدراج الرياح، عاد كل شيء إلى سابق عهده، والوجوه المملة الكريهة ذاتها لم تغادر شاشات التلفزيون. والأمر الغريب الأول أن إيران ممثلة بأهم وكلائها وأكثرهم صلافة ووقاحة مارست تدخلها في الشأن الوطني العراقي علناً وبصراحة ودون غطاء ولا تقية ولا رياء من أجل ضمان إيرانية البرلمان العراقي الجديد، وقد تحقق لها ما أرادت وزيادة. أما الأمر الغريب الثاني فهو أن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية لم تسارع بعد إيران مباشرة إلى تهنئة الحلبوسي فقط، بل إلى الإشادة به وبخدماته السابقة ومشاركته المخلصة في دعم مشاريعها في الأنبار، منوهة بأن قوة الاحتلال هي التي دعمته وساعدته على الوصول لمنصب محافظ الأنبار ضمن مجموعة أولاد الكرابلة الأكثر انحيازاً وإخلاصاً وتبعية لإيران بين سنة الحكومة، رغم أن أمريكا ومعها أوروبا تعلم قبل غيرها وأكثر من غيرها بأن ما جرى في العراق يوم السبت الماضي لم يكن فقط ذبحاً للديمقراطية بل هو انتصار فاضح لديكتاتورية الإرهاب الإيراني. يضيف الكاتب بعد سقوط البرلمان كاملاً في قبضة قاسم سليماني أصبح في حكم المؤكد أن يكون رئيس الوزراء القادم أشد طواعية وانقياداً لإيران ونفعاً وخدمةً لها من حيدر العبادي وأخويه اللذين سبقاه في الرئاسة نور المالكي وإبراهيم الجعفري، خصوصاً في محنتها المالية والنفطية الراهنة وما ستجره عليها من مآزق ومصائب وأزمات. ما الذي يمكن أن نقرأه في الخطوة الأولى في العملية السياسية المتمثلة بانتخاب رئيس هيئة البرلمان أو هيئة رئاسة البرلمان؟ النقطة الأولى كانت الخرقة الدستورية الفاضحة المتمثلة بإصرار مجلس النواب على عقد الجلسة المفتوحة المستمرة لانتخاب رئيس برلمان ونائبيه. أما النقطة الثانية فهي صعود وجوه جديدة إلى رئاسة مؤسسة بأهمية البرلمان الذي سيقود العملية السياسية المقبلة، ويؤخذ على الوجه الجديد أو الوجوه الجديدة قلة الخبرة، وأن خبرتهم السابقة تركزت في عملهم في مجال السلطة التنفيذية، كما أنهم من الصف الثاني من القيادات السياسية التي وصفت بالضعف وقلة الخبرة بحسب الكاتب صادق الطائي في مقال بصحيفة القدس العربي.
وقد كتب مراقبون وصفوا الأمر بأن الصفقات السرية قدمت رئاسة برلمان ضعيفة، فكانت خلاصة الموقف السياسي السني أنه جاء نتيجة لاتفاقات معقدة فرضتها الصفقات السياسية وحتى المالية، والنتيجة فوز محمد الحلبوسي الذي يعد مرشحاً ضعيفاً ومن الصف الثاني من القيادات السنية، كما أن هنالك تهم فساد تطال كتلته. وقد شهدت الأيام السابقة لفوزه حملة إعلامية شنتها قنوات عراقية تهمت كتلة الحلبوسي بشراء المنصب بمبلغ 30 مليون دولار من دون أن تشير بشكل صريح إلى أسماء المتهمين بهذه الصفقة. وفي النهاية فإن رئاسة البرلمان باتت من حصة سياسي سني محسوب على الفريق المقرب من إيران، وبذلك تكون الصفقة السرية قد انتصرت على تمكين شخصية سنية قوية من الصف الأول الفوز بالمنصب. وفي إشارة قريبة من ذلك أشار النائب خالد العبيدي في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر قائلاً: لتفرح العائلة الفاسدة ببضاعتها التي اشترتها بثلاثين مليون دولار كما يقال، وليفرح الفاسدون الذين بدأوا يتبادلون التهاني. معلومات تفيد أن رسائل متبادلة بين مقتدى الصدر وهادي العامري من جهة ومحمد رضا السيستاني ابن المرجع السيستاني من جهة أخرى قد رتبت أمر ترشح عبد المهدي، الذي اعتبر مسربو هذه المعلومات أنه يمثل ورقة ترضي جميع الأطراف المتنافسة، وهي المحور القريب من إيران ومنافسه المحور القريب من الولايات المتحدة. كما أن المرجعية الشيعية في النجف لم تضع فيتو على ترشحه للمنصب الأخطر في العراق. ولمعرفة مصداقية كل هذه التسريبات ليس أمامنا إلا انتظار الجولات المقبلة بحسب الكاتب. من الواضح أن هناك من خطط ليطبق شعار المرجعية المجرب لا يجرب على رئيس الوزراء حيدر العبادي فقط، الذي على الأرجح قد خرج من السباق على منصب رئيس الوزراء بحسب الكاتب مصطفى فحص في مقال لصحيفة الشرق الأوسط. تخوض طهران معركة إعادة هيمنتها على العراق بهدف قطع الطريق على أي محاولة عراقية تحاول خلق هامش وطني استقلالي يلبي طموحات ومطالب الشعب العراقي، خصوصاً في المناطق الشيعية بعدما كشفت مظاهرات البصرة التي حرفت عن مسارها عن حجم الاحتقان الذي يسود الشارع الشيعي، حيث كادت تشكل البصرة موطئ قدم لوطنية شيعية عراقية مدركة لخصوصياته الجغرافية والديمغرافية واحتياجاتها الاقتصادية والعقائدية التي تتسبب بقلق استراتيجي طويل الأمد لطهران. عملياً بعد خراب البصرة اقتربت طهران من تحقيق انقلاب القصر داخل القوى الشيعية المهيمنة، وكسبت الرهان حين لجأت إلى فرض الحوار بين الأقوياء، وتمكنت مؤقتاً من إعادة تدوير خسارتها منطلقة من فكرة أن القوة التي يملكها أتباعها قادرة على تعطيل الكثرة المعترضة التي أفرزها الشارع، فقامت بتعطيل تحالفات وسعت إلى تحقيق ما يمكن تسميته تفاهم الأقوياء الصدر والعامري الذي رسخ مفهوم سلطة القوة لقوى ما دون الدولة. يضيف الكاتب: خرج العبادي عن الطوق الإيراني فأخرجته طهران من المنافسة عشية مواجهة مفتوحة مع واشنطن تريد تحويل العراق إلى ممر آمن للالتفاف على العقوبات، وهي تبحث عن من يلبي شروطها في مرحلة يصعب عليها فيها القبول بتسوية متعادلة مع واشنطن. باتفاق الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على معالجة ملف محافظة إدلب في سوريا في قمتهما في سوتشي جنبا المحافظة حربا مدمرة، وذلك عبر حل وسط يلبي تطلعات الدولتين ومصالحهما المرحلية. وقد أدى اجتماع إلى ثلاثة عوامل: أولاً إلى إرباك الخطة الروسية للهجوم على محافظة إدلب. التحرك الشعبي هو أول العوامل الذي شهدته مدن المحافظة وبلدتها وقراها وريفا حما وحلب. ثانياً الموقف التركي الرافض لأي عمل عسكري، وأيضاً الموقف الغربي أو الاعتراض الغربي خصوصاً الأمريكي القوي. كل هذا في مقال للكاتب علي العبدالله في صحيفة العربي الجديد عن الموقف الروسي وحساباته في إدلب.
بموقف تركيا المتحفظ وبتمسكها بالإبقاء على خفض التصعيد في المحافظة مع تقديم ضمانات بعدم تعرض قاعدة حميميم أو مناطق سيطرة النظام في الساحل لأي عمليات عسكرية، وهذا ما لا تقبله موسكو. واعتمد التحضير الروسي للعملية العسكرية على حسابات ميدانية وسياسية غير عقلانية، أساسها أن ما حصل في الغوطة الشرقية ومحافظتي درعا والقنيطرة جاءت الضربة الأولى والأقوى للحسابات الروسية من الحراك الشعبي في مدن محافظة إدلب وريفي حما الشمالي وحلب الشمالي والغربي وبلداتها وقراها، وما عكسته التظاهرات الكبيرة بشعاراتها ومطالبها من رفض قاطع للمطلب الروسي الدخول في المصالحة والدعوة إلى الثبات في الأرض ووضع الفصائل بحماية المدنيين، إجهاض الذريعة الروسية القائلة بأخذ المدنيين رهائن ودروعاً بشرية والتمسك بأهداف الثورة في التغيير. وجاءت الضربة الثانية من تركيا حيث رفضت أي عمل عسكري في المحافظة، اعتبرت الهجوم على إدلب هجوماً عليها. جاء اتفاق سوتشي ملبياً مطالب الطرفين، منطقة عازلة ومنزوعة السلاح تبعد الفصائل وتحد من قدرة هذه الفصائل على مهاجمة القاعدتين، ومناطق سيطرة النظام، نزع السلاح، الفصائل الثقيل، فتح طريق حلب دمشق وحلب اللاذقية، مطالب روسيا، بقاء محافظة إدلب منطقة خفض تصعيد تحت إشراف تركي، مطالب تركيا بعد القضاء على التنظيمات المتطرفة بحسب الكاتب. أشارت دراسة جديدة إلى أن العطر المصنوع من خشب الصندل قد يحفز نمو بصيلات الشعر البشري، وأوضحت الدراسة أن بصيلات شعر الإنسان يوجد بها مستقبل جيني لعطر خشب الصندل، مشيرة إلى أن هذا الوسيط الكيميائي يمكن أن يساعد في منع تساقط الشعر. وقام الباحثون القائمون على الدراسة والذين ينتمون لجامعة مانشستر البريطانية لفصل بصيلات الشعر من عينات من فروة رأس بشرية، واستنبتوها أيضا في رأس أخرى. وجد الباحثون أن عطر المختبر خشب الصندل يطيل فترة نمو الشعر ويساعد في إنباته من جديد. والآن إلى الكاريكاتير.
وفي الختام أشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.